أستاذ عبد الناصر ناجي، رئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم، مرحبا بك في موقع اليوم 24. وزارة التربية الوطنية أو الحكومة صادقت يعني مؤخرا عن النظام الأساسي الموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية. السؤال المطروح هو أن هذا النظام الأساسي أتى لحل مشكلة أطر الأكاديميات أو المتعاقدين، هل حل فعلا هذا النظام مشكلة أطر الأكاديميات؟ وبالفعل كان منتظرا أن يحل مشكل أطر الأكاديميات من خلال أولا أن تكون وضعية أفضل بالنسبة لهؤلاء الأساتذة، ثم ثانيا كان هناك مطلب منذ سنوات لهؤلاء الأساتذة وهو الإدماج في الوظيفة العمومية. طبعا المطلب الثاني لم يتحقق، لم يتم إدماج في الوظيفة العمومية، بل يمكن القول بأن هذا النظام الأساسي الموحد. وضح لنا هذه النقطة، النظام الأساسي ما علاقته بالوظيفة العمومية؟ طبعا في المادة الأولى يتحدث النظام الأساسي الموحد على فئتين، فئة موظفي قطاع التربية الوطنية وفئة أطر الأكاديميات، وهذا يعني بالضرورة أن هناك فئتين. المسألة الثانية هو أن المادة، أعتقد المادة السابعة، تقول بأن الموارد البشرية المنصوص عليها في هذا النص التنظيمي تخضع لقانون الوظيفة العمومية إلا ما تناقض مع ما جاء في هذا النص، بمعنى آخر أن هناك فئة ستخضع لنظام الوظيفة العمومية وفئة أخرى تخضع لنظام آخر، ولو سمي نظام أساسي موحد فواضح أن هناك فئتين. هناك دلائل أخرى تدل على أن هناك فئتين، دليل الاحتفاظ ب مسميات كانت وجدت مع إيجاد هذه الأطر، أطر الأكاديميات، من ذلك مثلا أستاذ التعليم الثانوي. نعلم جميعا بأن في الوظيفة العمومية هناك أستاذ للتعليم الثانوي الإعدادي وهناك أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي. بعد إحداث أطر الأكاديميات تم الحديث على أستاذ التعليم الثانوي لكي يدرس إما في التعليم الإعدادي أو في التعليم التأهيلي حسب الحاجة. في هذا النظام الأساسي الموحد نتحدث عن هذه الفئة، بل ونتحدث عن هذه الفئة حتى بعد أن يسري مفعول هذا النظام الأساسي الموحد، بمعنى آخر أن في المستقبل سيصبح لدينا إطار واحد هو أستاذ التعليم الثانوي وليس إطارين، أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي وأستاذ الثانوي التأهيلي. لكن بالنسبة للمسارات يعني منذ ولوج الوظيفة فهي مسارات موحدة بالنسبة للأجور والتعويضات والترقي والانتقال. أكيد أن هذه من الإيجابيات التي جاءت في هذا النظام الأساسي الموحد. طبعا هو لم يلبي جميع المطالب، ولكن على الأقل أنصف نوعا ما هذه الفئة من خلال توحيد المسارات المهنية مع موظفي قطاع التربية الوطنية، نفس المسار، نفس بداية من التوظيف وانتهاء بالتقاعد فهو نفس المسار المهني، نفس التعويضات يستفيدون منها عندما يتم ترسيمهم في أي إطار من الأطر التي تم التنصيص عليها في هذا النظام الأساسي الموحد. ولكن أعتقد أن هناك نقطة مهمة ينبغي الإشارة إليها، وهو أن هذا النظام الأساسي الموحد يؤسس ليس لإدماج أطر الأكاديميات في الوظيفة العمومية، ولكن العكس، يعني أن أطر أو موظفي التعليم سيصبحون في على المدى المتوسط والبعيد أطر للأكاديميات. يعني هو نظام موحد ولكن التوظيف سيبقى جهوي. التوظيف جهوي، وبما أننا الآن في مرحلة تجديد لأطر وزارة التربية الوطنية، بحيث أن حسب الإحصائيات سيحال على التقاعد في السنوات العشر القادمة 40% من موظفي التعليم، بمعنى أن في أفق 10 سنوات سيصبح لدينا أطر جديدة، وهذه الأطر الجديدة ستدخل بمقتضى نظام جديد وهو التوظيف في الأكاديميات، وسيعمم هذا النظام على المدى المتوسط والبعيد، وبالتالي سنصبح نتحدث فيما بعد على
أطر الأكاديميات مع انقراض إن صح القول موظفي قطاع التربية. يعني عمليا الأساتذة الآن الطريق الوحيد لولوج منو عبر عن طريق التوظيف الجهوي في الأكاديمية، لأن الطريق الوحيد وقد رسمه كذلك هذا النظام الأساسي وهو التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وبعد التكوين طبعا يتم التعيين في الأكاديميات، وبالتالي سيصبحون أطر، ليس فقط أطر التدريس ولكن أيضا باقي الأطر، في ذلك مثلا أطر التفتيش وأطر التوجيه إلى غير ذلك من الأطر، سيصبحون أطرا للأكاديميات. نعم، بالنسبة لهذا النظام أتى بأشياء جديدة من قبيل مكافأة الأداء أو تعويض عن جودة الأداء، ما قيمة هذا المشروع الذي أتى به النظام الأساسي؟ هذا يدخل في إطار سياسة تحفيز الأطر التعليمية، ولكن هذا التحفيز مرتبط بالأداء وقدرة هذه الأطر. كيف يمكن قياس الأداء؟ أداء، هناك طريقتين لقياس الأداء، طريقة جماعية وطريقة فردية. الطريقة الجماعية عن طريق المؤسسات التعليمية، سيتم إرساء مفهوم مؤسسات الريادة، وهذه المؤسسات عندما تحقق نتائج جيدة وتصبح لها شارة الجودة، إذاك يمكن اعتبار أن الفريق التربوي الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في هذه المؤسسة من حقه أن يستفيد من تحفيزات، من حقه أن يستفيد من مكافآت إضافية تكافئه على العمل الذي تم إنجازه داخل هذا الفريق الجماعي وداخل المؤسسة. نتحدث هنا، يعني المقصود هو جودة التعلمات يعني داخل المؤسسة التعليمية. جودة التعلمات هو الهدف الأساسي، وخارطة الطريق أكدت ذلك عدة مرات وحددت 3 أهداف. الهدف الأول هو أن نضاعف من نسبة التلاميذ الذين يحققون الكفاية الدنيا، والهدف الثاني هو أن نقلص إلى الثلث نسبة الهدر المدرسي، ثم الهدف الثالث مضاعفة الأنشطة المدرسية داخل المؤسسة التعليمية. هذه الأهداف نريد أن نحققها من خلال مؤسسة الريادة، وعندما تتحقق هذه الأهداف ستكافأ الأطر التربوية التي ساهمت في هذا الإنجاز. المسار الثاني للمكافأة على الأداء هو الأداء الفردي للأستاذ، الأداء الفردي للأستاذ الذي سيتم تقييمه من خلال 5 معايير تم تحديدها داخل هذا النظام الأساسي الموحد. وطبعا التقييم سيتم من جهتين، من جهة المدير لأنه هو الرئيس المباشر للإطار التعليمي، والمفتش الذي هو أيضا يؤطر هذا الأستاذ داخل المؤسسة التعليمية، ومن حقه أن يعطي نقطة للأستاذ، وهذه النقطة هي التي بعدها يمكن أن نكافئ هؤلاء الأساتذة، إما مكافأة عن طريق السلم الإداري لأن ستكون هناك ترقية، أو مكافآت أخرى يمكن أن تتم داخل المؤسسات التعليمية، إما مكافآت معنوية من خلال الشواهد كما نص على ذلك النظام الأساسي، أو مكافآت مادية يمكن أن تقررها الوزارة لأن فتحت المجال أن تقرر فيما بعد ما هي نوع المكافآت التي يمكن أن تعطى للأطر التربية والتكوين. هناك فئات يعني استثناها النظام الأساسي الموحد من هذه الامتيازات التي أتى بها، منهم المربيات في قطاع التعليم الأولي، والفئات المدرجين هم خارج السلم، يعني كيف تعلق على هذا الأمر؟ المبادئ التي حددتها الوزارة مع النقابات في اتفاق 14 يناير 2023 والتي كانت هي المبادئ المؤسسة لبلغرة النظام الأساسي، كان من ضمن المبادئ مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ الإنصاف، وهي مبادئ أساسية بالنسبة للتعامل مع أطر التربية والتكوين. مع الأسف أعتقد أن هذا المبدأ لم يتم الوفاء به بالشكل المثالي أو الشكل اللازم، لأنه تم هناك فئات استفادت من تعويضات إضافية، خاصة التعويضات التكميلية، فئات المفتشين، فئات الموجهين، وفئات الإدارة التربوية والمبرزين، وهناك فئات لم تستفيد من هذه التعويضات لأن إما ليس لديها تعويضات تكميلية أو لم يتم الالتفات لهذه التعويضات التكميلية لكي يتم طبعا الرفع من حجمها. ولكن بصفة عامة أعتقد أن مقاربة الأجور بالنسبة للمنظومة للتربية والتكوين لم يتم معالجتها بشكل جذري،
منظومة الأجور هي مرتبطة طبعا بمنظومة الأجور في الوظيفة العمومية عموما. كان ينبغي أن تراجع الحكومة منظومة الأجور، لأن سبق للحكومة أن أعطت تعويضات إضافية لأساتذة التعليم العالي خلال المرسوم الذي صدر مؤخرا في شهر رشد. جميع الأساتذة استفادوا من هذه التعويضات، هذه الزيادة في الأجور. كان ينبغي المعاملة بالمثل مع موظفي قطاع التربية الوطنية من أجل الرفع كذلك من الأجور، خاصة وأن البرنامج الحكومي نص على زيادة 2500 درهم لأساتذة المبتدئين، الأساتذة الذين يبدأون في بداية مسارهم المهني. وهؤلاء الأساتذة أساتذة التعاقد هم ينتمون إلى هذه الفئة، لأنهم بدأوا مسارهم المهني منذ 3 سنوات إلى 4 سنوات. كان ممكن أن يستفيدوا هم من هذه التعويضات 2500 درهم لكي تكون معممة على جميع الأساتذة الجدد، وتكون تحفيز بمثابة تحفيز إضافي لهؤلاء الأساتذة. من جهة أعطوهم لنقول بعض الحقوق، ليست كاملة ولكن هناك حقوق، عدة حقوق أعطيت لأساتذة التعاقد أو أطر الأكاديميات، لكن لم يستفيدوا من المطلب الأساسي هو الإدماج في الوظائف العمومية. كان ممكن أن نوازن ما بين عدم تلبية هذا المطلب وعلى الأقل إضافة الأجور التي هي التزام حكومي في النهاية، وينبغي أن نلتزم به، تلتزم الحكومة به. أستاذ أبو نصر، ما تعليقك على منهجية إعداد هذا النظام الأساسي وعلاقته بالقانون الإطار؟ أعتقد أن الحكومة عموما لا تولي اهتماما كبيرا، إلا ما أقول أنها تخلت عن القانون الإطار في عدة أوراش فتحتها الحكومة وفتحتها وزارة التربية الوطنية. يبدو أن القانون الإطار لم يعد في دائرة اهتمام الحكومة والوزارة الوصية، وفي هذا الملف بالذات، ملف النظام الأساسي الموحد، نرى أن الوزارة غدت الطرف عن على الأقل مقتضيين في القانون الإطار مهمين جدا. مقتضى الأول وهو أن القانون الإطار نص على ضرورة إعداد إطار مرجعي للوظائف والكفايات. هذا الإطار المرجعي للوظائف والكفايات هو الذي يحدد ما هي وظائف الموجودة في وزارة التربية الوطنية، وبالنسبة لكل وظيفة ما هي المهام بدقة التي ينبغي أن يقوم بها كل إطار من أطر التربية والتكوين، ثم بالنسبة لكل مهمة ما هي الكفايات التي يجب أن يمتلكها ويتحكم فيها الإطار المعني لكي يقوم بمهامه على الشكل الأمثل. بل أكثر من ذلك، في القانون الإطار حتى ما على أو ألزم الحكومة بأن تطلب رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في هذا المقتضى، في هذا الإطار المرجعي. لم يتم بلورة هذا الإطار المرجعي. المسألة الثانية هو أن القانون الإطار نص على ضرورة تجميع جميع مكونات ما بعد البكالوريا في التعليم العالي. يمكن أن نتحدث هنا مثلا عن أقسام التقني العالي، نتحدث كذلك عن المدارس، الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، إلى غير ذلك من المسارات التكوينية التي هي عمليا بعد البكالوريا ولكن ما زالت تدبر من طرف وزارة التربية الوطنية. هذا المقتضى أيضا لم يتم تفعيله في هذا النص التنظيمي الذي صدر مؤخرا، بل أكثر من ذلك، بدل أن نأخذ هذا النص التنظيمي، هذا المقتضى، ونطبقه في هذا النظام الأساسي الموحد، تم إحداث إطار جديد سمي بالأستاذ الباحث. هذا الأستاذ الباحث وللغرابة سيدبر من طرف نظامين أساسيين، النظام الأساسي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، في شق سيدبر من طرف القطاع الأول وفي شق آخر سيدبر من طرف القطاع الثاني. بل أكثر من ذلك، هناك مادة غريبة في النظام الأساسي تقول بأن تقييم الأداء لن يستفيد منه أو لن يخضع له الإطار الأستاذ الباحث
رغم انه يشتغل في قطاع التربيه الوطنيه، لان في النظام الاساسي الذي يسري على الاساس الباحثين ليس هناك نظام لتقييم الاساتذه. فهذه مفارقه عجيبه موجوده في النظام الاساسي، ولكن هناك ايضا مسائل اخرى لم يتم الالتفات اليها في النظام الاساسي رغم انها التزامات من طرف الحكومه. المسألة المتعلقة بالمربيات والمربيين للتعليم الأولي، هناك التزام من طرف الحكومة بأن يتم تكوين الأساس لهؤلاء في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والآن نجد بأن النظام الأساسي لا ينص على هذه الفئة. المسألة الثانية التي ينص عليها البرنامج الحكومي وهو إلحاق هذه المراكز بالتعليم العالي، والآن نرى بأن وزارة التربية الوطنية متشبتة بهذا هذه المراكز، والنظام الأساسي شاهد على ذلك عندما يتحدث عن إطار الأستاذ الباحث. ومسألة أخرى وهو أن المربيات والمربين لا يستفيدون كما قلت من النظام الأساسي الحالي، بل سيتقاضون أجرة أقل أو على الأكثر ما يسمى بالحد الأدنى للأجر في المحدد في من طرف الدولة. أستاذ ناصر، يعني نعلم أن هذا النظام الأساسي الذي كلفة مالية تصل تقريبا إلى حوالي 7 مليار ديال أو 9 مليار ديال درهم على حتى الأفق 2027. السؤال المطروح هو هذا المجهود المالي الذي بديل وهذا النظام الأساسي الموحد، هل سنصل معه إلى سلم اجتماعي؟ وهل سنصل للنهوض بالمدرسة العمومية؟ أكيد هناك كلفة مالية، ويبدو جليا من قراءة النظام الأساسي أن المقاربة المالية كانت حاضرة في كتابة هذا النظام الأساسي وبلورة هذا النظام الأساسي، ولا أدل على ذلك من أن من تخلي الحكومة عن التزام 2500 درهم، لأن تكلفته المالية هي 4.2 مليار درهم كل سنة. ومازال ما علنوش أنهم تخلوا عليها في النظام الأساسي. في النظام الأساسي مكيناش، غير موجودة في النظام الأساسي، لأن الحديث عن في النظام الأساسي هناك حديث عن أجور وعن تعويضات، ولكن لا يوجد أي حديث عن 2500 درهم. طبعا هذا نظام أساسي ممكن تعديله، ممكن تعديله قبل نهاية هذه الولاية الحكومية وبالتالي الالتزام به، ولكن نحن نتحدث الآن 2500 درهم. الكلفة المالية قلت 4.2 مليار درهم كل سنة، الكلفة المعلون المعلن عنها 9 مليارات درهم، هي في نهاية تفعيل النظام الأساسي، وليس مثلا هذه السنة الأولى سيكون 2.5 مليار درهم، هي الكلفة الإضافية التي ستكون بالنسبة لهذا تفعيل النظام الأساسي. فعلى كل حال هي، يعني هل سنصل إلى سلم في القطاع؟ هل سننهض بالمدرسة العمومية؟ هذا السؤال. بالنسبة للسؤال الأول، السلم الاجتماعي مرتبط بعنصرين. العنصر الأول هو كيفية تعامل النقابات والتنسيقيات مع هذا النظام الأساسي. هناك على مستوى النقابات هناك على الأقل نقابة رافضة للنظام الأساسي لأنها لم تشارك أصلا في بلورة هذا النظام الأساسي، وبالتالي منتظر أن تعلن احتجاجها بمواقف معينة إما بإضرابات إما إلى غير ذلك. وهناك التنسيقيات، طبعا هناك تنسيقيات لفئات متضررة أو لم تستفيد، على الأقل لم تستفيد، لما نقول متضررة فهي لم تستفيد من هذا النظام الأساسي، وبالتالي منتظر أن تكون هناك احتجاجات. ولكن في المقابل هناك إضافة في النظام الأساسي لم تكن في الأنظمة الأساسية السابقة، ويتعلق الأمر بالعقوبات التأديبية. أول مرة نجد أن عقوبة تأديبية موجودة في نظام أساسي لم تكن في النظام الأساسي السابق، لأنه بكل بساطة نظام أساسي موجه للوظيفة العمومية للموظفين في الوظيفة العمومية، وبالتالي يسري عليهم القانون الوظيفة العمومية ليسري على جميع الموظفين. أضيفت العقوبات لهذا النظام الأساسي لأنه موجه على في نفس الوقت لموظفي الدولة ولأطر الأكاديميات،
وكان ضروري أن يضاف إلى هذا النظام الأساسي لكي تسري عقوبات على هذه الفئة. وناحية العقوبات هناك تغيير عن العقوبات الموجودة أصلا في نظام الوظيفة العمومية، عقوبات مثل مثلا حرمان من حركة انتقالية، مثل مجموعة من العقوبات أسميها عقوبات بديلة. هذه العقوبات البديلة التي أضيفت إلى النظام الأساسي يمكن أن تكون رادعة للأساتذة والأطر الذين يريدون الاحتجاج، لأن بالإضافة إلى هذه العقوبات البديلة هناك مادة في النظام الأساسي تنص على التزام الأطر بتوفير الزمن المدرسي كما هو بالنسبة للأطفال وبالنسبة للمتعلمين، وهذا طبعا إيجابي وهذا واجب، يبقى واجب بالنسبة لهذا. ولكن في المقابل تبقى حرية الإضراب أو الحق في الإضراب، يمكن أن تتم معاقبة الأطر كما تم سابقا، لأن كان تم على الأقل خصم في الاقتطاعات بالنسبة للأجور، يمكن أن تكون هناك عقوبات موجهة لهذه الفئة. وبالتالي هذا التوازن الموجود في النظام الأساسي يمكن أن يقلص من حجم الاحتجاجات التي من المنتظر أن تكون ضد هذا النظام. سيد ناصر ناجي، رئيس جمعية أماكن أو مؤسسة أماكن لجودة التعليم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا للاستضافة.